بعدتم عن العينين أزداد حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. بسوريا أنا ولدت في بيت فني، كان والدي فنان وبعدها تعلمت الإنشاد على إيده. الموسيقى بتخلق جو حلو جدا، بيجمع الكل، سودانيين، سوريين، مصريين، فالناس بتتبادل الثقافات مع بعضيها يعني. ايوه وطلعت يا ما احلى نور، الشمس الشموس، يلا بنا نلاو نحل لبن الجاموس. مثلا الإنجازات اللي أنا بتمناها يعني بشوفها بغنية، بشوفها على مسرح بردة فعل الجمهور، يعني هو الفن تقريبا كل ما تبقى لنا. أيوة وطلعت يا ما أحلى نور، الشمس الشموس.